اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من يا هلا رمضان ومساكم الله بالخير. ضيفنا لهذه الليله اهتدى للفن عبر شوارع الكتابه وعرف العزف على الحروف الموجعه قبل ان يوجه فوهات الكاميرات في برحه الابداع. مخرج مثير للجدل يختار دائما السير في الطرقات غير الممهدة ويروضها، وأيضا عاشق للعب في مناطق الألغام وينجح أحيانا، ويصف البعض تجربة أو بعض تجاربه بالفشل أو أنها تحتاج إلى مزيد من الصقل. هو مخرج ومنتج وكاتب، اليوم نطرح معه أسئلة كثيرة. يمثل جيل الشبان السعوديين في التخصصات الثلاثة التي ذكرت. نستقبل سويا المخرج والكاتب الأستاذ ثامر الصيخان. أهلا وسهلا، حشتر. أهلين، الله غلا. شكرا لحضورك. الله يخليك. متنين جدا. الله يسلمك. راح أستاذنك واستاذن المشاهدات والمشاهدين في فاصل أول. بعد الفاصل نعود للذكريات مع ثامر الصيخة. أهلا وسهلا بكم في العودة للذكريات مع ثامر الصيخان. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك فادي، سعداء جدا بوجودك، وحشتنا. والله احنا سعد ترى، وحشتنا. هذه مزحه برزحه يعني، وحشتنا منزوم هناك، وحشتنا ان ما في اعمال السنه هذه. خلني يعني اسال سؤال دائما متكرر لضيوفنا، رغبه مني بانه الاجابات تكون مختلفه. الذكريات بالنسبه لك ايش تعني لك؟ ولما تجي كلمه الذكريات تمر عابره، تكون محمد يعني تعطيك حاله حزن ولا حاله فرح؟ والله انا بشكل عام الذكريات ماني بحبذها، احس احيانا انها تخليني اسكن في الماضي. يعني احب ذكرياتي مع عائلتي، احب ذكرياتي في بعض الانجازات اللي سويتها في حياتي، بس بشكل عام ما احب اني اسكن في خانه الماضي او اكون دائما موجود متواجد فيه. احب اكثر اني اكون في الحاضر والمستقبل اكثر، يمكن حتى في المستقبل تلقاني اكثر شيء قاعد هناك. هل هذا، واعذرني لهذا السؤال، هل هذا سبب فقدان الوالده واختك في حالات صعبه، وانك انت اللي يعني أنت اللي دفنتهم بنفسك وتحملت وقصيت في عمر يعني صغير، ويمكن أنت ما تحب تتكلم، لكن هل هذا له علاقة بأنك تفكر دائما في المستقبل وما تحب الماضي؟ لا بالعكس، يعني الوالد وأختي الله يرحمهم لهم أثرهم على حياتي إلى اليوم. وما أقدر في ما يمر علي مواقف، يعني أنا الوالدة بالذات الله يرحمها كان حوارات بيننا كثير، وكان الحكي بيننا كثير، فإلى اليوم أشوف بعض القصص اللي كانت حتى بالذات الأشياء اللي كانت تحذرني منها بديت أشوف نتائجها الحين، يعني بعد وفاتها بثمان تسع سنين. فما أعتبرها أنها شيء كان محزن، هم ناس بالنسبة لي ما توفوا إلى الآن، ما زالوا موجودين في الحياة. فما أستطيع أني أتذكر هذا الشيء بشيء محزن، بالعكس أتذكر وأفرح فيه وأنبسط يعني أكثر من أنه طيب. لكن بس عشان أوضح نقطة الذكريات، أنا دائما أحب سالفة إني أطلع إلى العمل أو إلى الشيء اللي بسويه في حياتي وفي حياة الآخرين اللي حولي بمزيد من إنجاز ومزيد من إنك تسوي شيء جديد. التفكير في الذكريات في الشيء القديم يخليك يبطئ هذه العجلة. نعم. اليوم ثامر الصيخان من القصيم، مواليد الرياض، الوالد يمكن في الشرقية في الغالب. نعم. أنت خليط من ثلاث المدن هذه ولا لسه قسميتك طاغية عليه؟ لا ما هي، أنا حتى الوالدة الله يرحمها متربية في مكة، فتقدر تقول شوي منتشر يعني. باقي لي شوي، باقي لي جنوب المنطقة الشمالية وغطي السعودية. بس
هذه الثقافات المختلفة اللي سايرة عندي، سواء أنا عشت فترة من حياتي في الشرقية أو أصول القصينية أو أني عشت في الرياض أو تربية الوالدة الحجازية، كل هذه التغيرات والناس اللي حواليني يمكن أفادتني في حياتي في أشياء كثير، قدرت أخذ المميز من كل فئة فيهم. كثير من الناس ما يعرفون أنك أنت أساساً مهندس مدني. أي نعم. ويعني أنجزت هذه المهمة، وكل المهندسين اللي ينجزون هذه المهمة تجيهم الوظائف ويروحون، إلا أنت كأنك كنت تلبي رغبة. أي نعم. فقط. أنا في الأساس الهندسة درستها تلبية رغبة الوالدة. الوالدة كانت تبيني يا أكون مهندس يا طبيب. وأنا ما كنت أرى نفسي هندسة طب، وما كنت أعرف وقتها شطة صراحة. كنت أحب الكمبيوتر وقتها، كنت أقول أبغى أدخل حاسب، بس تلبية رغبة الوالدة لقيت الهندسة أسهل. فترة دراستي فيها وانا ادرس انا معطي العزم، حتى كان في بعض دكاترة في الجامعة الحمد لله يعني كان نتائج ممتازة في الجامعة، حتى من المتفوقين في الجامعة. بعض دكاترة في الجامعة كانوا يعرضون علي اني ادخل في مشاريع تخرج معهم، مشروع التخرج هذا يليه وظيفة واسهم في شركات وما الى ذلك، وكنت اصارحهم انه انا عندي مشروع ما ادري وشو بس اكيد انه مو في الهندسة يعني، فبالتالي ما اقدر اني اضيع سنة معاكم، انا عندي رحلة بحث خليني اروح اخذها افضل لي. طيب متى كانت اللحظة اللي شعرت انه مشروعك فني؟ الدراما، كتابة، اخراج، تمثيل؟ بعد ما صورنا بني جان وقبل ما صوروا من الحالة، في هذيك اللحظة حسيت اني انا ضيعت كل شيء، ما لا عاد قدرت اكتب مقال زين ولا عاد قدرت، كنت وقتها اكتب جيت الحياة وكنت اشتغل في كلية تقنية محاضر، لا عاد انا اللي اداوم في الكلية وانا صرت اسحب على دوامي، ولا انا اللي قاعد اقدم مقالات جيده، ولا انا اللي قاعد مركز في شغلي. فقلت اليوم لازم اتخذ قرار في شيء من هذه الاشياء، لازم كل الاشياء هذه لازم تطلع، لازم اركز على شيء. فايش الاشياء الاسهل عندي في التخلي؟ لما لقيت انه الوظيفه والعمود كانوا سهلين في التخلي، فعرفت انه وقتها البشن حقي في المجال الفني. اي بس برجع للعمود الصحفي، كان عمود رشيق كبسوله جميل لافث ذاك الوقت، وواكب ايضا كان تأسيس الحياة السعودية، نسخة الحياة السعودية، وعرفت الحياة ذاك الوقت، ويعني لليوم هي من أفضل الصحف اللي عندها سقف مميز وحرية حركة يعني أكثر من أي مكان آخر. ليش ما استمر؟ أول شيء كيف أنت دخلت عالم الكتاب؟ طبعا في البداية قبل كل شيء أنا حي الأستاذ جميل ذيابي، واحد من أهم الأشخاص في حياتي يعني كمرحلة. أنا كنت في مرحلة أول ما تخرج من الجامعة رأيت نفسي في المجال الإعلامي، إني أبغى أشتغل شيء في المجال الإعلامي، بس ما أدري شو، هل هو صحافة أو شيء آخر. حاولت مع أكثر من جريدة، ما كان في قبول. كان في محاولات يعني. حاولت مع جرائد، وفي بعضهم كانوا موافقين إني أكتب معهم أسبوعي، بس أنا في هذاك الوقت كنت معند شوي، أبغى أكتب يومي. في يوم من الأيام قررت قلت خلني أجرب، كان باقي آخر جريدة ما جربت الحياة، عرفت إنهم قاعدين يسوون طبع السعودية، فقررت إني أغامر. رحت قابلت الأستاذ جميل الذيابي، أنا متوقع أن يقول لي لا، فمحضر دفاعي. فأول ما قال لي أوكي متى تبدأ، بديت دافع أنه خلني بشرح لك ليش أنا لازم. ففاجأني بالطلب مباشرة، قال لي متى تبدأ، قلت له لو تبغى اليوم، قال لي لا، كان أتذكر كان يوم أربعة، فقال لي خلاص من السبت الجاي مباشرة. أخذني إلى القسم الإخراج الصحفي وبدينا العملية. فكانت صدمة بالنسبة لي، وقتها كان عمري تقريبا 22 سنة. اليوم أنا لو أرجع أشوف ثامر لهذاك الوقت قاعد أقول هذا الغبي اللي يعني مصر انه يكتب، بالذات في ذاك الوقت كان في هذاك السن صعب الواحد يكون له عمود صحفي يومي في جريده مهمه مثل جريده الحياه يعني. بس الحمد لله الله وفقني. لا كانت تجربه جميله شاهدناها كلنا، بس ليش توقفت؟ توقفت زي ما قلت لك، وصلت فقط بس الفكرة انك لازم تتفرغ لشيء، مو يعني انت يعني هذا المفروض في المحاكم، بس انت ليش دائما يؤخذ عنك انت يا طخو يا كسر مخو؟ يعني عندك ناس كثير في الوسط، ممكن انت تكتب اليوم يومي وعندك، ليه ما سويت تسوي انك تكتب ثلاث مقالات في الاسبوع او مقال في الاسبوع وتستمر في شغلك الثاني يعني؟ هو لو الحين سالني اقول لك صح، ما عندي سالفه، بس في هذاك الوقت تعرف انت ما عندك خيارات، والدنيا مقبله عليك، كنت شاب صغير وأقبلت أكثر من فرصة صراحة في هذاك الوقت يعني. الفرص كانت جدا مغرية، والحياة أعطوني شيء كثير صراحة، فما أقدر أتعامل مع الحياة بإني أخليهم الناس اللي أسلب لهم الشغل بس عشان مجرد أسلب معهم. عندك نية للكتابة العودة مرة أخرى؟ والله إن شاء الله الآن مخطط أني أرجع إن شاء الله بعد رمضان للكتابة. في أي مكان؟
في احد الصحف المحليه، في صحيفتين متكلمين معي حاليا، بس ما اقدر اصلا. يومي او اسبوعي؟ لا اسبوعي حيكون ان شاء الله. طيب تجربه المسرح يعني كيف تشوفها؟ علاقتك فيها كيف كانت؟ كيف اشوفها تختلف عن علاقتي. انا علاقتي في المسرح ما ضعيفه جدا، لان المسرح مو في حياتنا السعوديه. المسرح للاسف احنا عندنا صحيح جمعيه ثقافه وفنون في السعوديه ممتلئه، لكن فائدتها ما ادري ايش. ينتجون صحيح بعض المسرحيات النخبويه اللي تشارك في مهرجانات وتفوز، بس مو هذا الشيء اللي احنا ننتظره. المسرح دوره كان من البدايه هو الشيء اللي يوصل القيمه الفنيه العاليه للناس. اهمالهم لهذا الجانب خلاني انا مثلا واحد من الناس اللي مهتم في المجال الفني ما اعرف المسرح، او اعرفه جيدا الا يمكن سنتين او ثلاث سنوات في البلد بعد مشاريع الامانه اللي ما لها علاقه في الجمعيات. ف هذا الشيء ما خلاني اقدر ادخل في المسرح. دخلت في المسرح ايام المتوسط والثانوي، بس ما تقدر تسميه هذا مسرح مدارس. ما طيب كان. الحين يعني انت مخرج منتج، لكن موضوع الكتابه، كتابه الدراما، هل جربته؟ انا اكتب اساسا في الاساس، يعني اول اعمالي كنت انا اللي اكتبها لوحدي، بس انه متطلبات المرحله في ذاك الوقت انه كنا نبغى نطلع كتاب، نبغى نطلع باكثر من تيم، فكان بعض الادوار لازم نتخلى عنها. فأهم دور انا صراحه كنت احبه وهو الاساس حقي اللي هو دور الكتابه، بس انه وجدت انه عدد الكتاب المتوفر جيد، فخليني. والله انت عكس كثير من ضيوفنا اللي مروا، راح نتكلم هذه مفصله لاحقا. بس سؤال، اكثر قرار ندمت عليه لما تجي تتذكره في شغلك في حياتك؟ والله كثير. اعطينا ثلاثه. لا يعني انا عندي مشكله، اني انا بشكل عام انسان عصبي، ومشكلتي اني اتخذ قرارات احيانا خلال عصبيتي، فاتخذ قرارات بعد فتره طويله، طبعا وقت القرار واتحمل نتائج واتحمل ايش يصير عليه، بس بعدها بسنه اقول كان ممكن اخذ الموضوع باكثر هدوء يعني مما انا اخذته. فاكثر قراراتي مشاكل هذا الشيء. في قرارات مرتبطه بالدراما لا فنيا الى الان يمكن ما في قرار اتخذته وندمت عليه. يمكن في قرارات اتخذتها وانا مجبر ان اتخذها وما ابغى اخذها، تمام. لكن ما في قرار اتخذته وانا مش مقتنع اني اتخذه. اتكلم عمليا، بس الندم في الجانب الشخصي يعني ما هو في الجانب العملي. طيب احنا ما نبغى نوغل معك في الجانب الشخصي، مع انه من حقنا، بس عشان الوقت انتهى وقت الفقره هذه. هذا من حظي. أشكرك على هذه الفقرة وأستاذنك وأستاذن المشاهدات والمشاهدين. في فاصل أول بعد الفاصل، محاكمة ثامر الصيخان، تابعونا.